ركز معايا حياتي وشوف لي برياني الربيان الجميل هذا سويناه برز عزايب اللي حطلع لك البرياني في قلبك في قلبك. هو ده الرز، هو ده الرز يا جماعة. أول حاجة حنعمل المسلة، حنحتاج البهارات الهندية الجميلة هذه مع الزبادي شوية ورقيات، وهذا هو الربيان حنتبل وننقعه فيها شويتين بس كذا يسحب الفليفر بالكامل. شوف معايا زبادي، ثوم وزنجبيل، كمون وكزبرة، بهار برياني، هذا فلفل كشميري هو اللي يعطي النكهة الهندية الجميلة الحارة، كركم، تمر هندي، ليمون، هذه هي الحوامض، وصلي على النبي وملح، ورق نعناع، ورق كزبرة، وبسم الله أخلط 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 أخلط. أيوة كذا، شد يدك شد يدك وخش وعيش النكهة والريحة الجميلة. شوف معاي هذه الخلطة الجميلة، نحط الربيان نخليه ياخذ النكهة وننقعه تقريبا يعني خلينا نقول نص ساعة إلى ساعة ونطبخه. شوف الألوان، شوف الجمال، ما شاء الله. هي دي نيجي للنقطة المهمة، أبغاك تشوف حبة الرز الجميلة هذه من رز عزايم. رز عزايم يا جماعة وركز معايا، رز بسمتي هندي كلاسيكي عنبر أصيل يا جماعة. الحبة حتشوف كيف طولها تطلع معانا ولذيذة ريحتها. شوف معايا موية مغلية نحط فيها ورق الغار، شوية زيت وملح، كمون، زنجبيل، كذا احنا ننكه الموية قبل السلق. ابغى الرز سلقة خفيفة بس يا جماعة الخير حق 3 دقائق، فحط النكهة الجميلة اللي انا سويتها هنا تحت. على القدر هذا حنركب البرياني، اول شيء سمنة، حنحط خلطة البرياني مع الربيان اللي احنا سويناها، نحط عليها البصل، نعناعك الجميل، والكزبرة اساسي. ابغاك تشوف معايا حبة الرز بعد 3 دقائق، لا اله الا الله، نخليه يرتاح كمان دقيقتين يشرب باقي الموية. حاخذ من الرز الجميل هذا شوية مع ملون احمر. بعد ما جهز الرز هذا هو، نحطه فوق البرياني، نسوي طبقة بصل، ورقيات، عشان الطعم والريحة العطرية هنوزع ايش؟ ليمونة، بما انه احنا نطبخ ربيان الليمون حيعطيه طعم مميز. شوية فلفل باللحم، هذه هي اوكي، حط الرز الاحمر، خش بعدين ايش؟ الرز الابيض، ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف الجمال. هو ده حليب منقوع معاه الزعفران، حنحط له كذا شويتين، شوف اللون الجميل اللي راح يطلع معاه، حليب وزعفران هذا هو. حنولع النار، نغطي القدر بالقسطير عشان نكتمه الطريقة هذه، يا سلام، نستنى عليه شويتين لين ما يجهز. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن كيف حبة الرز، شوف الجمال، الله 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 الله. هاخذ السقف حطه هنا على جنب، هذا السقف الجميل اللي حزين فيه الطبخة. تمام؟ شوف البريان اللي تحت، اوه هي دي الحتة، هي دي الحتة، يا سلام. الآن نغطي، الآن نغطي التوب، يا سلام. بصل مقلي، الآن نبغى ندوق معاكم، شوف الجمال والألوان الحلوة دي. الله الله.